السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. مقطع جديد اليوم، مقطعنا حيكون على لعبه سول نايت. اغرب 5 معلومات ما تعرفها عن سول نايت، او انت غالبا ما تعرفها، يعني مو كل ما تعرفن، ان شاء الله انك ما تعرف كل، وغامض جدا. فخلونا نبدا بالمقطع. اول معلومه عندنا هي كيف تجيب فلوس مجانا، او كيف تجيب فلوس من الكودات. اذا ضغطت هنا وضغطت على هاي الجنطه راح يقول لك كود الهديه. هاي شنو سالفه الكودات شباب؟ الكودات هاي اخذتها من بعض اليوتيوبر الاجانب، وجيت انا خذتها من المقطع. فانا كل الكودات موجودات في الوصف، ودخل كده قدامكم ايش كم كود خرافيات يعني كلش. بعد ما تكتبون كود، اي كود مو تكتبوه تكملوا بعدين تدوسون صح، راح يعطيكم هديه. هذا الكود اللي انا كتبته اعطاني 5 حجارات زائد 5 خشبايات و 1888 فلوس. خلينا ندخل نشوف انه هذا صدق، بس هو صدق يعني حتما. الكودات كلها الموجودات بالوصف، وارد ادخل انا جايب يمكن حوالي يمكن 20 كود، فراح ندخلهم كلياتهم واسرع لكم يعني، وندخلهم كلياتهم ونشوف ايش قد حصلنا فلوس. شوف هسه هذا الحساب فارغ كان، ولا شيء، هذا حساب فارغ انا ما مشتري به ولا شيء. شوف ايش صار عندي، كان عندي 500 وخذيت 1888 صار عندي 2000. راح ندخل هسه الكودات. اكو كود ثاني هم خرافي مره. طبعا يا شباب ما تفرق اذا كتبت الكودات كابيتال او سمول، يعني الاحرف مو فهد مشكله، لانه هم اصلا راح هذا تخلي لكم لعبه سونات تخليهن كابيتال. شوف هسه هذا الكود اعطاني ايش قد 1888. كودات مره مره خرافيه يعني، تعطي نفس مو بصحيح، بس اكو بعضهم شويه طالع مزعجات. عندنا هذا الكود ان اي ار دي 7 زت. خلينا نشوف، يلا 3 حجارات، ليتس جو، 3 عارضات خشبيه، 1288. خلينا نشوف والله هسه ايش قد صار عندنا من هذن كم كود البسيطات. باذن شباب الخرافيات مره. شوف صار عندنا 5000 وانا كل شيء ما مسوي حرفيا، وهذني ضبطا على كل تحديثات اعتقد سول نايت، ماكو مشكله. فندخل باقي الكودات ونرجع لكم. شوفوا يا جماعه هذا الكود اعطانا قسيمه تجريبيه و550 فلوس. هاي القسيمه الشباب مره خرافيه، تقدر تختار اي بطل، اي بطل يعني، حتى لو لازم تشحنه بالفلوس تقدر تختاره. اوكي شباب، هذا هم كود من الكودات الخرافيه 1111. واو، الكودات البقيه بالوصف، بس خلينا نشوف ايش قد صار عندنا فلوس. الكودات البقيه كلهم بالوصف، شوف صار عندنا 7000 دايم. الكودات البقيه كلهم بالوصف، روحوا شيكوا عليهن، تقدرون تكتبوهن. انتوا انا ما ابي احل صراحه يعني ادخل، لان احنا عندنا حساب كامل متكامل، فروحوا دخلوهن وان شاء الله تحصلون يمكن حوالي 20000 او 30000. فننتقل للمعلومه اللي بعدها. المعلومه الثانيه او بالاحرى الجليتش الثاني، هاي المعلومه هي جليتش اكثر من ما هي بها فائده، اكثر من ما هي معلومه يعني سريه. اذا تاخذ هذه الاله تصنعها، اذا صنعتها واخذتها وياك، واذا رحت لهاي الاله بوشينات وطلعت هذا المشروب وشربته ودخلت الى القتال، شوف ايش راح يصير. بس خصوصا ترى شباب لازم تاخذ ذاك المشروب، لان ذاك يعطيك درع خرافه. هسه تشوفوا في اللحظه، شوفوا يا شباب ايش قد ما راح يضربوك الوحوش. يلا ضربوني يا معودين يا فاشلين، ضربوني. شوفوا ادمج صفر، ايش قد ما يضربوك الوحوش راح تدمج صفر. شوف اضربه، شوف صفر ما قاعد ادمج هالبزونه. شوفوا هنا فوق، شوفوا ما قاعد ادمج، هم ما شاء الله ما يضربوني بعد ما تدمج نهائيا. فهاي الشغله مره خرافيه، واذا حصلتوا هاي اكثر هذا الدرع يعني اثناء ما تتقاتل، جاك حظ وحصلت الدرع بعد اكثر. شوف صفر ما يدمجني، اذا حصلت اكثر بعد اكثر يعني البوس يقوم يضربك ما تدمج يعني. شوفوا ما دمجت هالبزونه ترى، ما شوفوا لحظه خلي يضربني، شوف ما دمجت هالبزونه، هيلثي فوق فول. فشغله مره خرافيه يعني، يعتبر هو جلتش اكثر مما هي معلومه. وننتقل للمعلومه اللي بعدها. اوكي يا شباب، المعلومه الثالثه هي انه نسبه قليله جدا انه تضغط على البير ويطلع لك هذا العقروقه. هذا العقروقه مرتزقه، يقدر يكمش اي شيء تريده، اي سلاح يخطر على بالك تقدر تكمشه. اذا ما طلع لك اول مره تدخل ثاني مره وثالث مره، تطلع وتدخل الان وتضغط على البير، بعدين تطلع وتدخل وتضغط على البير الان يطلع لك، ويقدر هذا يكمش اي شيء. شوفوا هذا شال الكرت، تروح على الشغله اللي تكمش هو يوقف عليها ويقول لك ربيت ربيت، يعني شو راح ياخذها. شوفوا اخذها. فننتقل للمعلومه اللي بعدها. اوكي يا شباب، المعلومه الرابعه هي انه اكو هنا مكان سري. شوفون معرض الصور، اذا تدوس عليه كل شيء ما يطلع، بس شوف راح يطلع لك صور ما ادري ايش. اذا تطلع الطب عده مرات شنو يطلع لك عليه، هيك مثل الفد انيميشن غريب هسه اطلع لكم اياه اني وارجع لكم. اوكي يا شباب، شوفوا طلعت لنا، تختار شنو؟ تختار الكاهن، خصوص الكاهن، وتختار القدره الثانيه وتروح شنو؟ شوف يطلع لك هنا على مكان مثل البيت، روح عليه يقول لك علامة استفهام، تضغط عليه راح ينقلك الى مكان سري. هذا مكان سري صراحه ما اعرف شنو،
بس هو مكسر عموما يعني. وهاي شوفوا هنا هاي ميته ما شنو، اذا فعلت قوتك شوف ايش راح يصير. تشوف هذا هم طالع من حد قدم، اذا تفعل قوتك شوف ايش راح يصير. كلهم يهيلونه، هاي ما ادري تعيش، هذا ما ادري حصل قوه، ما اعرف شو يصير، بس كل شيء ما يصير. بس اذا اتمن، وهذا المكان عديم الفائده كليا يعني، بس هيك يعني مكان شكل، هو مكان سر هيك طلعه، وهاي فائدته هيك بس يعني. ما اعرف شو يحكي هنا بالايراني. عموما ننتقل للمعلومه الاخيره. اوكي يا شباب، المعلومة الخامسة والأخيرة هي شنو؟ اكو مهمة سرية بالقبو بسلة المهملات. يقول لك يريد الذب سلة المهملات هواي زبالة، تقدر تذب اي شيء، تجيب هذا ذبة وتجيب هواي اشياء. انا راح اسرع ذب الشغلات بسرعة، ولما تصير المهمة نرجع لكم اي شيء. مو تطلع انا احذب الزماد، عندي هواي من عنده ما محتاج، فراح احذب كل هالزماد الان خلص. هم تقدر تروح هنا تشتري من ذني تفتحه. قنبلة، اوكي. المهم وصلت الفكرة، يعني مو شرط ماد اي شيء، اي سلاح تقدر تذبه بالزبالة تذبه الان تصير مهمة. فتسوي المهمة ونرجع لكم. اوكي يا شباب، شوفوا صارت ما شفتوها يا شباب، والسماد ما ينقص من تشيل سمادها والذبه ما ينقص، ما اعرف ليش هذا جليتش ما اعرف. المهم خنطب للقبو وشوفوا، تنزلون هنا وتشوفون المهمات، تمشون تمشون تشوف هاي المهمه، شوفوها مناصر لحمايه البيئه. يقول لك هم نسيت كيفيه فتحها ما ادري شلون. المهم يعني وصلت الفكره، ولهنا وصلنا نهايه المقطع. هاي شويه المعلومه شويه خايسه، بس المهم وصلنا نهاية المقطع. أتمنى استمتعتوا، خلي لايك واشترك في قناتكم واشترك وفعل زر الجرس، وبس مع السلامة.